بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مهندس محمد يوسف. فيديو جديد في كورس الامبيد سيستم باستخدام الارم. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن التايمر بيزكس وشرحنا السيستم تك تايمر وخدنا الريجسترز بتاعته. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الاي بي اي اللي من خلالها اقدر اتعامل مع السيستك، وهنكتب كود هنستخدم فيه السيستك انتربت. الفيديو برعايه شركه جي ال سي بي سي بي، الشركه الرائده في صناعه اللوحات المطبوعه. جي ال سي بي سي بي بنفذ من خلالها كل البرد الخاصه بالبروجكتس بتاعتي. مصانع جي ال سي بي سي بي بتنفذ البرد بتكنولوجيا متقدمه وبدقه عاليه خاليه من الاخطاء والعيوب. في اقل من دقيقتين وبكل سهوله تقدر تطلب الاوردر بتاعك من على موقع جي ال سي بي سي بي، وبتقدر تتابع تنفيذ الاوردر بتاعك خطوه بخطوه من على موقع الشركه. شركة جي ال سي بي سي بي انصحك تجرب التعامل معها. في الفيديو اللي فات احنا قلنا ان السيستك تايمر ده موجود داخل الكورتكس ام مايكرو بروسيسور، والغرض الاساسي من التايمر ده ان هو يعمل انتربت كل فترة زمنية معينة عشان يتم تنفيذ مهام او تاسكس داخل الريال تايم اوبريتنج سيستم او الارتوس. ولكن ممكن كمان لو انت مش هتستخدمه في الارتوس انك تستخدمه كتايمر عادي، وده اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات. طيب احنا بدل ما هنشتغل مع ريجسترز زي ما احنا متعودين، احنا بنشتغل بالاي بي اي. فبدايه من الفيديو ده هنتكلم عن الاي بي اي اللي انا هحتاجها عشان اتعامل مع السيستم تك او السيستك. اللايبريز اللي انا هشتغل بيها او الفانكشنز دي موجوده في فايل اسمه سيستك دوت سي تحت الفولدر اللي اسمه درايفر لب. عشان اقدر اوصل فانا بضمن عندي الملف الهيدر اللي هو اسمه sysctick.h. المخطط ده احنا كنا شرحناه المره اللي فاتت، وده بيوضح لي التايمر اللي احنا هنشتغل عليه. لو مش فاكره فتراجعوا في الفيديو اللي فات. اول اي بي اي هنشتغل بيها اسمها sysctick disable، دي الغرض منها انها بتعمل لي disable للكاونتر. احنا قلنا الكاونتر ده بتاع السيستم تك ده داون كاونتر، يعني بيعد من القيمه المخزنه في الريلود ريجستر لغايه ما يصل الى الزيرو. طيب عشان الكاونتر ده بيشتغل بيبقى في عندي هنا اشارتين بيخشوا على اند جيت، ده واحده منهم بتبقى عباره عن الكلوك اللي بتخلي الكاونتر يتحرك من الماكسيمم للداون، والتايمر انيبل. فالاي بي اي دي بتعمل لي ديسيبل، يعني بتخلي الاشاره اللي داخله هنا لو، فلما احط هنا زيرو او لو يبقى في الحاله دي مش هيبقى فيه عد، فالتايمر فالكاونتر ما تتغيرش قيمته، يبقى انا كده عامل ديسيبل للكاونتر. فطريقه كتابه الاي بي اي او الفانكشن دي بتبقى سيس تك ديسيبل، ما بتاخدش اي بارامتر وما بترجعش باي قيمه. طيب انا كده عملت ديسيبل للكاونتر، يبقى في الحاله دي لو انا في عندي انتربت خاص بالتايمر ده مش هيشتغل، لان مش هيحصل عندي اندر فلو زي ما قلنا المره اللي فاتت. الفانكشن الثانيه اسمها سيستك انيبل، وبتتكتب بنفس الطريقه دي سيستك انيبل، ما بتاخدش اي بارامتر برده، ما بترجعش باي قيمه. الغرض منها انها تفعل العد بتاع الكاونتر، يعني بتبقى عكس الفانكشن اللي فاتت. فبتحط لي على الطرف بتاع الاند جيت تحط لي هاي او واحد، في الحاله دي الخارج بتاع الجيت يبقى عباره عن الكلوك اللي داخله للاند جيت، يوصل الكلوك للكاونتر والكاونتر يبدا يعد. ولو كنت عامل انتربت خاص بالسيستك في الحاله دي لما يحصل عندي اندر فلو، يعني الكاونتر ده يصل للقيمه زيرو، الانتربت يتنفذ. بقول لك ملحوظه، خلي بالك انك لما بتعمل سيستك انيبل والكاونتر ده يبدا يعد، هيبدا يعد من القيمه اللي كان واقف عليها. يعني نفترض انك كنت مشغل الكاونتر وبدا في العد، بعد كده رحت استخدمت السيستك ديسيبل اللي هي الفانكشن اللي فاتت، فانت وقفت عد الكاونتر. لما تيجي تعمل سيستك انيبل مش هيعد من القيمه المخزنه في الريلود ريجستر، لا ده هيعد من القيمه اللي كان واقف عندها. طيب في حاله انك عاوز لما تعمل سيستك انيبل عاوز تحمل القيمه اللي في الريلود ريجستر في الكاونتر بحيث انه يبدا العد منها مش من القيمه اللي كان واقف عندها، ففي الحاله دي هتكتب اي قيمه داخل الكرنت كاونت فاليو اللي كنا شرحناه المره اللي فاتت. يبقى انا لما اكتب اي قيمه، هو اسم بقى ريجستر ده ايه في باستخدام الاي بي اي، هيبقى استخدامه او في التفاوير هيبقى استخدامه ان في اي سي اس تي كارنت او نستد فيكتور انتربت كنترولر سيستم تك كارنت ريجستر. لما اكتب اي قيمه في الريجستر ده اللي هيحصل ان الريجستر ده هيتم تصفيره بصرف النظر عن القيمه اللي انا كنت كاتبها، وفي نفس الوقت هيخلي يحصل تحميل
بين القيمة المخزنة في الريلود ريجستر داخل الكاونتر. وفي الحالة دي يبدأ العد من القيمة اللي موجودة في الريلود ريجستر. الاي بي اي اللي بعد كده اسمها سيستك انت ديسيبل، تكتب برضو سيستك انت ديسيبل، ما بتاخدش اي بارامتر وما ترجعش باي قيمة. الغرض من الاي بي اي دي انها تعمل لي ديسيبل للانتربت الخاص بالسيستم تك. الفانكشن اللي احنا خدناها اللي كان اسمها سيستك ديسيبل كانت بتعمل لي ديسيبل للكاونتر نفسه ان هو ما يعدش، انما دي بتعمل لي ديسيبل للانتربت. يعني انت عندك هنا الاند جيت الاخيره ديت هتلاقي فيها دخل مكتوب عليه تايمر انتربت انيبل، فالفانكشن دي هتيجي هنا وتحط على الدخل ده زيرو، فلما يبقى عندك الدخل زيرو يبقى الخارج زيرو، فما يحصلش تايمر انتربت. طبعا لازم هيكون في فانكشن ثانيه بتعمل لك انيبل، هي الفانكشن اللي بعدها اسمها سيستك انتربت انيبل، ودي بتحط القيمه واحد هنا على الدخل بحيث اذا تتحقق الثلاث مداخل دول بقى كلهم ترو يحصل عندك تايمر انتربت. طبعا التايمر انتربت ده عشان يحصل لازم يكون الكاونتر عمل اندر فلو، يعني اعد من القيمه المخزنه في الريلود لغايه ما وصل الزيرو وخد كلوك كمان، ففي الحاله دي يعمل اندر فلو ويتحقق التايمر انتربت. بيقول لك هنا ملحوظه انك مش محتاج تعمل كلير للكاونت فلاج بت اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، اللي هو بيمثل هنا بالخط دوت اللي واصل لاند جيت اللي هو الخط الفوقاني خالص. احنا قلنا لما يحصل اندر فلو يبقى الخط ده او المسار ده هيتحط عليه هاي، ده اللي هو الكاونت بت اللي احنا كلنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، فلما احط عليه هاي يبقى كده حصل اندر فلو. المفروض بقى لما اخش في تايمر انتربت هاندلر ان انا اعمل كلير، يعني اخلي المسار ده او البت اللي بيمثله المسار ده احط فيه القيمه زيرو زي ما كنا عملنا مع الجي بي اي او انتربت. قال لك هنا انت مش محتاج تعمل كده لان هو تلقائي، اول ما بتنادي على الانتربت هاندلر الخاص بالسيستك فالان في اي سي بتعمل كلير للبت او الفلاج بت دوت. خلي بالك من حاجه، انك لما تيجي تستخدم الفانكشن سيستك انتربت ديسيبل انت بتعمل ديسيبل للانتربت ما بتعملش ديسيبل للكاونتر، يعني الكاونتر بيفضل شغال عادي بيعد رغم انك مش عامل تفعيل للانتربت، الكلوك شغاله والتايمر انيبل عليه هاي، ففي الحاله دي الكاونتر هيبدا يعد وهيعد من القيمه المخزنه في اللود ريجستر لغايه ما يصل الى الزيرو. وصل للزيرو هيعمل اندر فلو بس مش هيتولد انتربت، وبعد ما يعدي بعد ما يصل للزيرو هيعمل ريلود مره ثانيه ويبدا يعد من القيمه اللي كانت مخزنه في الريلود ريجستر لغايه ما يصل للزيرو وهكذا. فالسيستك انتربت ديسيبل ما بتوقفش عمل الكاونتر ولكن بتوقف الوصول للانتربت هاندلر. الفانكشن اللي بعد كده والاخيره اسمها سيستك بيريود ست، ودي من خلالها بقدر اكتب القيمه الرقميه اللي انا عايزها يبدا العد من عندها داخل الريلود ريجستر. القيمه دي بتتراوح في المدى من 1 لغايه 16,777,216. الرقم دوت اللي هو 16 مليون وكسر ده عباره عن 2 اس 24، واحنا قلنا ال 24 دول هم ال 24 بت عرض السيستك كاونتر، فانا بكتب سيستك بيريود ست واحط القيمه الرقميه ما بين القوسين. بقول لك ملحوظه، خلي بالك مش معنى ان انا استخدمت الفانكشن دي ان انا بكتب القيمه الرقميه داخل الريلود ريجستر ان هو هيتم العد مباشره منها عند العده الجايه للكاونتر، لا، عشان اكتب او استخدم القيمة اللي موجودة في الريلود ريجستر مباشرة لازم اروح اكتب في ال NVIC CT Current Register اي قيمة بحيث ان هو يتم تصفيره زي ما قلنا في سلايد فاتت، ويتم تحميل الكاونتر بالقيمة اللي انا كتبتها في الريلود ريجستر باستخدام السيستك بريود ست. زي ما كنا كتبنا مجموعة من الخطوات في الجي بي اي او كنا بنمشي عليها لما نيجي نكتب الانتربت هاندلر بتاعتها، برضه هنكتب هنا مجموعه من الخطوات نمشي عليها لما نيجي نكتب الانتربت هاندلر الخاص بالسيستك. الخطوه الاولانيه ان انا داخل الانتربت هاندلر اعمل ديسيبل للسيستك انتربت، هستخدم الاي بي اي اللي هي سيستك انتربت ديسيبل. الخطوه الثانيه اعمل ديسيبل للسيستك كاونتر، يعني الكاونتر ده ابقى اخليه يقف ما عادش يعد، فهستخدم الاي بي اي اللي اسمها سيستك ديسيبل. الخطوه الثالثه اكتب القيمه اللي انا عايز احطها في الريلود ريجستر عشان يبدا الكاونتر يعد من بدايتها، ودي هستخدم فيها الاي بي اي اللي اسمها سيستك بريود ست. بعد كده احنا عايزين لما الكاونتر يبدا يعد يبدا يعد من القيمه اللي انا كتبتها في الريجستر بتاع الريلود، فالحاله دي اعمل ايه؟ ان انا هروح في الكرنت ريجستر واصفره، فالخطوه اللي بعد كده اعمل كليرز للكرنت ريجستر. بعد كده
هسجل او اعمل ريجستر للانتربت هاندلر ده من خلال الفانكشن اللي اسمها انت ريجستر. والفانكشن دي احنا كنا شرحناها مع ال NVIC API. الفانكشن اللي باللون الاخضر دي الاي بي اي خاصه بالسيستيك اي بي اي، والفانكشنز اللي باللون البني دي اي بي اي خاصه بالان في اي سي، ده احنا شرحناها قبل كده. الخطوه اللي بعد كده ان انا بحدد البريوريتي بتاعه الانتربت، وده بيتم من خلال الاي بي اي اللي اسمها انت بريوريتي سيت، ودي برضو احد الاي بي اي الخاصه بالان في اي سي. طبعا ده هيبقى تايمر انتربت، فيهمني انه يبقى ليه اولويه قصوى. عشان كده احنا لما نيجي في الكود ان شاء الله هنخلي البريوريتي بتاعته بالقيمه 0. احنا قلنا عندنا 8 ليفل من البريوريتي من الزيرو لغايه السبعه، الزيرو ده هو الهايست بريوريتي، فاحنا هنحط لي الانتربت الخاص بالسيستك البريوريتي 0. الخطوه اللي بعد كده ان انا اعمل انيبل للانتربت على مستوى السيستك ليفل، يعني اجي على التايمر انتربت واحط فيه القيمه 1 او اخليه هاي، ده هيبقى من خلال الاي بي اي اللي اسمها سيستك انتربت انيبل. بعد كده اشغل الكاونتر واخليه يعد، فده هيبقى من خلال الاي بي اي اللي اسمها سيستك انيبل. وفي الاخر بفعل الانتربت بتاع ال ان في اي سي من خلال انت انيبل. ده مخطط للتجربه اللي احنا عايزين نعملها. انت عندك على التيفا سي لانش باد في عندك ليد، الليد ده ار جي بي، فاحنا هنستخدم اللون الاخضر اللي متوصل على البورت اف البن 3. احنا عايزين الليد ده يطفي وينور كل واحد ثانيه. احنا كنا عملنا حاجه زي دي في اول الكورس، كنا بنخلي الليد يطفي وينور كل واحد ثانيه، بس كنا بنعمل ديلي، كنا عاملين فانكشن سميناها ديلي ام اس، وكنا بنعمل توقيف لتنفيذ الاكواد لمده 1 ثانيه. فطبعا ان انت تيجي داخل المين وتوقف تنفيذ الكود لمده ثانيه ده حاجه مش كويسه، وخصوصا لما يكون عندك في سنسور عاوز تقراها او في مخارج عاوز تطلع عليها كهرباء. فاحنا عايزين نعمل الموضوع ده بتاع ان الليد يطفي ونور كل 1 ثانيه من غير ما نوقف تنفيذ الكود. فهنعمل الحكايه دي باستخدام السيستك انتربت. هننشئ بروجكت جديد انا مسميه 15 سيستك انتربت. لو رجعنا بصينا على المخطط التاني، دلوقتي احنا قلنا هنتعامل مع الليد اللي هو الاخضر اللي هو متصل على البورت اف البن رقم 3، فيبقى انا كده محتاج ان انا اكتب كود يعمل لي كونفيجريشن للبن رقم 3 الخاصه بالبورت اف. برضو احنا قلنا ان الليد ده هينور ويطفي من خلال السيستك انتربت، فانا كده محتاج اعمل كود للاعدادات بتاعه السيستك تايمر، واعمل كود كمان خاص بالانتربت هاندلر. يبقى انا كده عندي 3 اجزاء من الاكواد هيتم التعامل معها. في البدايه تعال نشوف ملفات الهيدر اللي احنا هنضمنها عندنا في البروجكت. احنا هنتعامل مع احد البنات اللي هي البن رقم 3 في البورت اف، يبقى انا محتاج ان اضمن اللايبرري اللي كنا انشاناها قبل كده اللي اسمها بن. دي كانت موجوده في الفولدر اللي اسمه بن، وملف الهيدر بتاعها بن دوت اتش. هنتعامل كمان مع انستد فيكتور انتربت كنترولر، فهنضمن الهيدر فايلز الخاصه بالدرايفر ده. فاحنا كنا اشتغلنا مع اللايبرز دي قبل كده وشرحناها في البروجكت اللي فات، فكانوا عباره عن 3 ملفات هيدر، اتش دبليو تايبس دوت اتش ده في الفولدر اللي اسمه انك، وانتربت دوت اتش في الفولدر اللي اسمه درايفر لب، و hwints.h في الفولدر اللي اسمه انك. واحنا كنا اتكلمنا عن كل واحد من دول فايدته ايه قبل كده. هنتعامل بقى مع السيستك تايمر، فهنحتاج ان احنا نضمن الملف اللي فيه الدرايفر اللي هو systic.h، ده ملف الهيدر موجود في الفولدر اللي اسمه درايفر لب. طيب هنحتاج كمان ان احنا نضمن ملف اسمه hw_nvic.h، ده في الفولدر اللي اسمه انك، ده عشان نقدر نتعامل مع الريجستر اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في سلايد سابقه اللي هو nvic_sct_current، ده اللي من خلاله بقدر اكتب قيمه في الكرنت ريجستر الخاص بالكاونتر عشان يتم تصفيره ويتم نقل القيمه اللي موجوده في الريلود ريجستر داخل الكاونتر. فعشان اقدر اوصل للريجستر ده واكتب فيه قيمه فانا هستخدم الهيدر فايل ده. بعد كده انا هعرف متغير اسمه ليد، طيب بتاعه هيبقى بن اندرسكور تي.
المتغير ده هيبقى خاص بالتعامل مع البن اللي هو اف 3، التايب بتاعه بن اندرسكور تي، لان احنا هنستخدم اللايبراري اللي احنا كنا عاملينها قبل كده وهنوصل لها من خلال ملف الهيدر اللي هو البن دوت اتش. فلو احنا عملنا اوبن ديكلاريشن، كنا احنا معاملين التايب ده قبل كده، كنا معرفينه اللي هو التايب اللي قدامنا ده، كان الاسم بتاعه بن اندرسكور تي. طبعا احنا شرحنا امثله على المواضيع دي قبل كده. طيب فانا عامله هنا في الجلوبال اريا، ليه؟ لان هيتم الوصول اليه من اكتر من مكان او من فانكشن في البروجكت، هنوصل له من داخل المين ومن داخل الانتربت هاندلر، فعشان كده بعمله جلوبال. الحاجه التانيه ان انا كاتب قبليه الكلمه فولاتايل، ودي احنا برضو اتكلمنا عنها قبل كده وشرحناها لما كنا بنتكلم عن الجي بي اي او انتربت، ودي برضو قلنا ان انا شرحت قبل كده في الكورس بتاع السي وفي اول الفيديو ده. فاي متغير احنا هنستخدمه جلوبال وهيتم استخدامه كمان من داخل الانتربت، فهيتحط قبليه كلمه فولاتايل. نيجي بقى للبروتوتايبس بتاعت الفانكشنز اللي احنا هنستخدمها. فاحنا هنكتب 3 فانكشنز، دي الفانكشنز اللي احنا متعودين نكتبها في كل بروجكت واللي بتحط لي الكلوك على 80 ميجا هرتز. بعد كده هنعمل 2 فانكشنز تانيين جداد، واحده خاصه بالاعدادات او الكونفيجريشن بتاعت السيستك تايمر، هنسميها سيستك انت انت، دي مش هترجع باي قيمه ومش هتاخد اي بارامتر، لمجرد ان انا بكتب فيها الخطوات بتاعت الكونفيجوريشن الخاصه بالسيستك تايمر. الفانكشن الثانيه اللي هي الخاصه بالانتربت هاندلر الخاصه بالتايمر، فانا سميتها سيستك انت هاندلر، طبعا برضو مش هترجع باي قيمه ولا هتاخد اي بارامتر. نبدا بقى نخش على المين. اول خطوه احنا بنعملها كل مره في البروجكتس اللي احنا بنكتبها، اللي احنا بنخلي الكلوك بتاعت السيستم عندنا على 80 ميجا هرتز. طبعا احنا قلنا بنعمل الخطوه ديت في البدايه خالص، خطوه تظبيط الكلوك. فبقول له سيت كلوك 80، بيروح ينفذ لي الفانكشن اسمها سيت كلوك 80 ويكتب لي الكود اللي موجود قدامنا ده اللي بيظبط لي الاعدادات بتاعه الكلوك على 80 ميجا هرتز. بعد كده نبدا ننزل على اعدادات الخاصه بالبن رقم 3 في البورت اف. فحاجة على المتغير اللي انا كنت عرفته اللي هو ليد، هقول له ليد دوت بورت واسمي البورت اللي انا هشتغل عليها اللي هي البورت اف، وليد دوت بليس رقم البن اللي هو البن 3، والاتجاه بتاع البن من خلال ليد دوت داير هيبقى اوتبوت بن، فاقول له بن اوت، والمقدار التيار اللي ممكن يمر من خلاله او اقصى تيار هيبقى ليد دوت كارنت، واقول له بيساوي كارنت 2 ملي امبير، والتايب بتاعه ليد دوت تايب هيبقى ستاندرد، فاقول له بيساوي بن ستاندرد. طبعا برضو الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل قبل كده عشان كده انا بعدي عليه بسرعه. عايزين بقى نعمل انيشيلايز للبورت وتجهيز البن، فهنقول له بن انت وحط بين قوسين للبن انت، دي عباره عن فانكشن احنا كتبناها في البن دوت سي في اللايبراري اللي كنا انشاناها. لو احنا رحنا تاني الملف الهيدر هتلاقيه متعرفه هنا، فاحنا بنقول له بن اندرسكور انت ونعدي التايب اللي هو ليد، بحيث ان الفانكشن دي تعمل لي تهيئه للبورت والبن. بعد ما خلصنا الاعدادات بتاعت البورت نبدا نعمل الاعدادات بتاعت السيستك تايمر، فده انا عامله فانكشن لوحدها اسمها سيستك انت انت. هنروح للفانكشن ديت علشان نشوف الاعدادات اللي جواها. احنا كنا من شويه قلنا في سلايد سابقه ان في مجموعه من الخطوات بعملها عشان اجهز السيستم تايمر ان هو يشتغل، فاحنا كل اللي هعمله هنيجي في الفانكشن دي ونحط مجموعه الخطوات اللي قدامنا اللي احنا كلنا اتكلمنا عنها قبل كده. لو جينا بصينا على الخطوه الاولانيه هتلاقينا انا عامل هنا ديسيبل للانتربت الخاصه بالبروسيسور من خلال الفانكشن اللي اسمها انت ماستر ديسيبل. لما انا اعمل ديسيبل للانتربت الخاصه بالبروسيسور يبقى كده مفيش اي انتربت هيتم تنفيذه، او بمعنى اخر مفيش اي انتربت هاندلر هيتم تنفيذه من قبل البروسيسور. طيب الخطوه رقم واحد دي لو جيت بصيت على الخطوه رقم واحد احنا كنا اتكلمنا عنها في سلايد من شويه، وانا كنت بعمل هنا ديسيبل للسيستك انتربت، واحنا قلنا ان لما اعمل ديسيبل للسيستك انتربت مش هيتم تنفيذ الانتربت هاندلر الخاص بالسيستك من قبل البروسيسور،
فهما الاتنين دول بيأدوا لي نفس الغرض، ان انا مش هنفذ الانتربت هاندلر بتاع السيستك. طيب هو انا ليه كاتب هنا عملت هنا ديسيبل للبروسيسور وعملت هنا ديسيبل للانتربت الخاص بالسيستك؟ لو انا عاوز اشتغل على السيستك تايمر بس، يعني هو بس اللي عامل له ديسيبل، فانا هستخدم الخطوه الاولانيه اللي موجوده في السلايد دي من خلال الفانكشن اسمها سيستك انت ديسيبل. ده لما بيكون عندي فيه انتربت ثانيه انا مش عايز اعمل ديسيبل للهاندلر بتاعها، يكون مكتوب موجود عندي في الكود. انما لو انا شغال على انتربت هاندلر واحد زي اللي احنا شغالينه في البروجكت دوت، فممكن استخدم الخطوه دي او الفانكشن دي او استخدم الفانكشن اللي قدامنا دي، فهم الاثنين هيأدوا لي نفس الغرض. الخطوه الثانيه اللي احنا هنعمل ديسيبل للكاونتر نفسه، هنوقفه انه يعد، فهنستخدم الفانكشن اسمها سيستك ديسيبل. الخطوه الثالثه اللي احنا بنحط قيمه داخل الريلود ريجستر، واللي منها هيبدا العد التنازلي للكاونتر لغايه ما يصل الى الزيرو. تعال نركز شويه في الحته دي. هو احنا هنستخدم الفانكشن اسمها سيستك بيريود سيت، واحط القيمه الرقميه اللي انا عايز احطها. احنا قلنا القيمه الرقميه دي بتقع في المدى من 1 لغايه 16,777,216، فانا اخترت 16 مليون. جبتها منين ديت؟ هنفترض ان احنا عايزين الانتربت يحصل كل فتره زمنيه مقدارها 200 ملي سكند، فهنطبق المعادله اللي احنا كنا شرحناها في اول الفيديو. هقول له 200 ملي سكند ده يعتبر الزمن اللي انا عايزه مقسوم على الزمن ما بين كل كلوك والتانيه واصله للكاونتر، هيديني الرقم اللي المفروض يتكتب في الريلود ريجستر. دي هتوجد العلاقه دي من خلال المعادله الاولانيه اللي احنا شرحناها في اول الفيديو. طيب انا عندي التردد بتاع الكلوك 80 ميجا هرتز، يبقى انا اقسم 1 على التردد احصل على الزمن بين كل كلوك والتانيه. هقسم الزمن اللي انا عايزه اللي هو 200 ملي سكند على الزمن بتاع الكلوك، هيديني 16 مليون. طيب هما 16 مليون دول رقم صحيح وقريب من القيمة الماكسيمم اللي انا ممكن احطها في الريلود ريجستر. كده الانتربت يحصل كل 200 ملي سكند، واحنا قلنا انا عايز كل ما يحصل انتربت عايز الليد بتاعي يطفي وينور، بس انا مش عايزه يطفي وينور كل 200 ملي سكند، ده انا عايزه يطفي وينور كل 1 ملي سكند. طيب خلينا دلوقتي عارفين ان الانتربت هيحصل كل 200 ملي سكند، يعني انا عايز ال 200 دولت يبقوا 1 ثانية، يعني ان انا هضرب ال 200 ملي سكند في 5 كده يبقوا 1 ثانية، يبقى انا عايز اكبر ال 200 دول او اضاعفهم 5 مرات بحيث ان هم يبقوا من 200 ملي سكند يبقوا 1 ثانية. خلي النقطة دي في بالك لغاية اما نيجي للكود بتاع الانتربت هاندلر الخاص بالسيستك. بعد كده الخطوة اللي بعديها ان انا هصفر الكاونتر او الكرنت ريجستر هنكتب فيه القيمه 0 عشان يتم كتابه القيمه اللي احنا حطيناها في الريلود ريجستر داخل الكاونتر. طيب احنا قلنا ان احنا هنستخدم الريجستر اللي اسمه نستد فيكتور انتربت كنترولر سيستك كرنت ريجستر. الريجستر ده هيبقى ليه ادرس، فانا عاوز اوصل للادرس ده واكتب القيمه دي جواه. انا واقف كده اهوت، فظهر لك المستطيل اللي باللون الاصفر جايب لك الادرس على اليمين مكتوب بالهكسا اسمل اللي هو E000E018. طيب الاسم اللي قدامي ده عباره عن كونست او كونستانت متعرف في فايل. لو انا رحت له هتلاقيه ده عامل لك هاش ديفاين وكاتب الاسم بتاع الريجستر وحاطط لك القيمه اللي بتمثل لك الادرس بتاعته. عشان بقى احط فيه قيمه في الادرس ده، فانا ما ينفعش اجي اقول له الثابت ده كده يساوي القيمه اللي انا عايزها، لا لازم اتعامل معاه كادرس، فلازم يبقى بوينتر. فعشان كده لازم اكتب الجزئيه اللي على الشمال اللي ظهر فيه المستطيل الاصفر
هي خاصة بالفولاتايل unsigned integer 32 underscore t، واعمل العلامات بتاعت البوينترز. ودي احنا كنا شرحناها قبل كده في اول تجربة احنا كنا اتكلمنا عنها لما كنا بنتعامل مع الكود على مستوى الريجسترز في اول تجربة خالص في الكورس. طيب عشان اتعامل مع الرقم ده واحوله من مجرد رقم الى ادرس، فانا هستخدم الامر اللي قدامنا ده HW Reg او هاردوير ريج اختصار لي ريجستر. الامر ده موجود فين؟ موجود في الفايل اللي هو HW types.h. الكونست ده موجود في الفايل اللي اسمه HW_NVIC زي ما كنا قلنا في بداية البروجكت في ملفات الهيدر. يبقى الامر ده موجود في الفايل ده اللي انا ضمنته في الاول، بينما ال HW reg ده عشان اقدر استخدمه. بستخدمه ليه؟ عشان احول الكونست ده من مجرد رقم الى ادرس، فده موجود في ال HW_types.h اللي احنا معرفينه او مضمنينه معنا في اول البروجكت. لو وقفنا عليه ورحنا له وبالديكلاريشن هتلاقي معرف لك الماكرو ده. الماكرو دوت بياخد كل اكس انت بتعديها من خلال الاقواس وبيحط مكانها القيمة اللي انت شايفها دي. الاكس دي اللي هي الرقم بتاع الادرس الخاص بالريجستر اللي احنا بنتعامل معه. فانت ممكن تستخدم ال HW reg مع اي ريجستر او اي رقم خاص بادرس للريجستر انت عاوز تتعامل معه، وبيزود عليه الجزئية اللي انت شايفها قدامك دي عشان يحول لك الرقم الى ادرس تقدر توصل له من خلال الكود. نرجع تاني نكمل بقية الخطوات. طيب احنا كده خلاص كتبنا القيمة 0، فاحنا صفرنا الريجستر وخدنا القيمة اللي موجودة في الريلود، دخلناها داخل الكاونتر عشان يبدأ العد من اولها. بعد كده بعمل ريجستر للانتربت هاندلر، او بمعنى اخر انا بحدد الفانكشن او الادرس بتاع الفانكشن اللي هتتنفذ لما يحصل انتربت. فده من خلال الانت ريجستر بكتب اسم او الرقم بتاع الانتربت في الفيكتور تيبل الثابت بتاعه فولت سيستك. الرقم ده قيمته 15. احنا شرحنا الكلام ده في ايه او التجربة اللي فاتت، اخر تجربة احنا عملناها، وقلنا ازاي بنوصل للارقام دي. لو انت برضو وقفت عليه وقلت رايت كليك وقلت له ديكلاريشن، هيفتح لك الفايل اللي هو HW_entis.h. هتلاقي جاب لك جميع الانتربتس اللي ممكن تستخدمها وجاب لك القيم بتاعتها في الفيكتور تيبل. فالسيستك القيمة بتاعته رقمها 15. هنرجع تاني. البرامتر التاني اللي هو اسم الفانكشن اللي احنا هننفذها لما يحصل الانتربت، وكنت مسميها سيستك انت هاندلر. خطوة رقم 6 ان انا اعمل البريورتي الخاصة بالانتربت. فمن خلال الفانكشن اسمها انت بريورتي سيت، واكتب الرقم بتاع الانتربت اللي هو الفولت سيستك، فانا هحط له القيمة 0 بحيث انه يبقى هايست بريورتي، مفيش انتربت تاني يوقفه عن التنفيذ. الخطوة رقم 7 ان انا افعل الانتربت بتاع السيستك، فاقول له سيستك انت انيبل. خطوة رقم 8 هنفعل الكاونتر، فانا اقول له سيستك انيبل. الخطوة رقم 9 ان انا افعل الانتربت بتاع السيستك على مستوى ال NVIC، فقال له انت انيبل واكتب الرقم بتاع الانتربت اللي هو الفولت سيستك رقمه 15. في الاخر افعل الجلوبال انتربت او البروسيسور انتربت من خلال الانت ماستر انيبل. يبقى احنا كده عدينا وجهزنا السيستك تايمر لانه هو يشتغل ويولد انتربت. تعال نرجع تاني بقى للمين. احنا كنا خلاص وقفنا عند الفانكشن دي اللي احنا كنا شرحناها دلوقتي اللي فيها الخطوات. طيب بعد ما بستدعي الفانكشن دي وبجهز السيستك تايمر للشغل، بعد كده اخش على الوايل لوب. الوايل لوب احنا مش هنكتب فيها كود، احنا عايزين اللي يطفي وينور من خلال الانتربت هاندلر. فالانتربت هاندلر هو اللي هيبقى فيه الكود اللي هيعكس لي او يعمل لي توجل للحاله بتاعت الليد. فالانتربت هاندلر مش هيشتغل الا من خلال التايمر، فالتايمر هو اللي هيروح يستدعي الانتربت هاندلر، فبالتالي انا مش هكتب حاجه جوه الوايل. طيب فانا ممكن ما احطش فيها اي اكواد واسيب اللوب بتاعها كده فاضي، وبالتالي البروسيسور هيشتغل على الوايل جوه الوايل على الفاضي ويستهلك البار بتاعه فيما لا يفيد.
ففي كود انا ممكن استخدمه او امر assembly. الامر ده الغرض منه اللي هو يوقف تنفيذ الكود وبالتالي يقلل لي استهلاك البروسيسور للباور. الامر ده اسمه underscore اسم. ده الكلمة دي انا بستخدمها لما اكون هكتب امر assembly عشان اعرف الكمبايلر اللي انا شغال عليه بتاع البرنامج اللي انا هنتقل من السي للاسمبلي. فانا بستخدم الكلمة 2 اندرسكور اسم وافتح قوس واكتب 2 او دبل كوتيشن ماركس واحط جواهم امر الاسمبلي اللي انا عايز استخدمه. فامر الاسمبلي اسمه WFI اختصار لي wait for interrupt. wait for interrupt او انتظر لغاية ما يحصل interrupt. في الحالة دي البروسيسور راح يقف هنا بعد تنفيذ الامر ده بتاع الاسمبلي وما عادش يروح يعمل فيتش وديكودنج لغاية ما يحصل انتربت. اول ما يحصل انتربت البروسيسور يروح ينفذ الانتربت هاندلر بتاع السيستك. طيب تعال نشوف بقى الانتربت هاندلر هيبقى موجود في ايه. اول حاجة انا معرف هنا متغير ده سميته سيستك اند كاونتر. ده عبارة عن عداد الغرض منه ان هو يعد مرات استدعاء الانتربت هاندلر. طيب اللي حاطط في البداية قيمة زيرو والطيب بتاعه يبقى unsigned integer 8 بت وحاطط فيه الكلمة static. الغرض من الكلمة static انها بتحافظ لي على القيمة اللي موجودة في الفاريبل كل مرة اخش على الفانكشن. يعني اول مرة دخلت على الفانكشن كان الفاريبل ده محطوط فيه القيمة زيرو فيفضل يبقى كده القيمة زيرو موجودة فيه. جيت زودت على الفاريبل ده قيمة رقم تاني جمعت عليه رقم بدل زيرو بقى واحد ونفذت الفانكشن وخرجت منها لما اجي اخش على الفانكشن مرة تانية هيبقى الفاريبل ده قيمته بتساوي واحد مش زيرو. الستاتيك وورد دي انا شرحها في كورس السي فلو انت مش عارفها ممكن ترجع لكورس السي هتلاقي فيه شرح مفصل بالامثلة. طيب انا بقى اعمل الكلام ده ليه او الفاريبل ده نعمله ليه. احنا قلنا ان الانتربت هاندلر ده هيتنفذ كل 200 ملي سكند. يعني كل 200 ملي سكند هينفذ الكود اللي موجود هنا. طب الكود اللي موجود هنا كان الغرض منه ايه؟ اللي هو يعمل لك توجل لوضع البن من خلال الفانكشن اللي احنا كنا كتبناها قبل كده في اللايبراري بتاعتنا اللي هي بن رايت. بن رايت دي بعد البارامتر الاولاني بتاعها اللي هو الليد والبارامتر الثاني الامر اللي انا عاوزه يطلع على البن. كنت عاوز تطلع هاي او لو او توجل. فاحنا عايزين نعمل توجل للحاله بتاعت البن اذا كان هاي يبقى لو واذا كان لو يبقى هاي عشان يتحكم لي في اضاءه الليد المتوصل عليه. بس انا مش عايز الامر ده يتنفذ كل 200 ملي سكند اللي هو الفتره اللي هيتم فيها استدعاء الانتربت هاندلر. انا عايزه يتنفذ كل واحد ثانيه. طيب يبقى انا هاجي كل مره استدعي الروتين اللي قدامنا دوت او الاي اس ار هزود على الفاريبل اللي انا عرفته القيمه واحد زي ما انت شايف هنا بقول له سيستك انتر انت كاونتر بلس بلس. يبقى انا كده بزود في كل مره بيتم استدعاء الاي اس ار القيمه واحد. بعد كده بعمل اف ستيتمنت بروح اعمل تشيك على القيمه بتاعت الفاريبل بقول له لو السيستك انت كاونتر بتساوي خمسة لو اتحقق الشرط ده نفذ لي الكود ده. طيب هو اول مره استدعي فيه الاي اس ار السيستك انت كاونتر هيساوي القيمة خمسة؟ لا. يبقى في الحالة دي مش هينفذ الكود وهيطلع بره الانتربت هاندلر ويرجع تاني للمين داخل الوايل لوب. كان هو نفذ البروسيسور كان واقف هنا بعد تنفيذ الاسمبلي انستراكشن ديت اللي قدامنا هيرجع تاني من بعدها لبداية الوايل يخش ينفذ الامر بتاع الاسمبلي مره تانية ويفضل البروسيسور ما ينفذ اي امر لغايه ما يحصل انتربت بعد 200 ملي سكند هيروح ينفذ الاي اس ار مره تانية. في الحاله دي هيتجمع على المتغير اللي هو السيستك انت كاونتر لقيمه واحد. القيمه اللي فاتت كانت قيمتها واحد في اول مره استدعاء تاني مره استدعاء هزود على القيمه واحد قيمه واحد كمان هيبقى 2 ويعمل تشيك للاف ستيتمنت يشوفها ترو ولا فولس هيلاقيها فولس يرجع تاني وهكذا لغايه المره الخامسه لما يجي ينفذ الاي اس ار هيبقى السيستك انت كاونتر القيمه بتاعته بتساوي خمسه فالشرط ده يبقى ترو.
طيب القيمة بتاعته هتبقى 5، ارجع صفرها تاني عشان الاستدعاءات اللي بعد كده. فاقول له سيستك اند كاونتر هيساوي 0، عشان بعد كده لما اجي يتم استدعائه هيبقى القيمة بتاعته تساوي 0 ويتم زيادته بواحد في المرة اللي بعدها. طيب هو دلوقتي بقى 5 استدعاءات، بين كل استدعاء والتاني 200 ملي سكند، لما اضرب ال 200 ملي في 5 يطلعوا 1 ثانية. يبقى بعد 1 ثانية نفذ لي بقى الامر بتاع الكتابة واعمل لي توجل لي البن في الحالة دي، الليد هيضيء واخرج بره الاف ويرجع تاني للوايل لوب داخل المين، بعد كده يرجع ينفذ. هتبقى في الحالة دي السيستك انت كاونتر هتبقى بزيرو، هيزود عليها 1 تبقى قيمتها 1، وهكذا والكود يفضل شغال. يبقى انا في الحالة دي عملت ايه بقى؟ طلعت التحكم في اضاءة الليد بره الوايل، لغيت استخدام الديلي اللي كنا بنعمله واللي كان بيوقف لي تنفيذ الاوامر اللي بعد الديلي لغايه ما الديلي ده ينتهي، وممكن الديلي يكون فتره طويله يعني 1 ثانيه على الكنترولر، ده يعتبر فتره طويله جدا. فلو في اوامر تانية هتشتغل لو انت مش كاتب الامر بتاع الانستراك الاسمبل ده اللي هو يوقف لك تنفيذ الاوامر، لو كان عندك هنا مجموعه من الاوامر ما كنتش كاتب انت الامر ده، كان الانتربت هاندلر راح يروح يتنفذ ويجي يكمل لك بقيه الاوامر اللي داخل الوايل. بعد كده اروح اعمل بيلد ديلي الكود واتاكد ان مفيش عندي ايرور، وبعد كده ابدا انزله على الكنترولر. ما تنساش تنزل الماتيريال الخاصه بالمحاضره، الرابط بتاعها موجود على الشاشه قدامك وهتلاقيه موجود تحت في الوصف في الديسكريبشن بوكس. هتلاقي فيها الاكواد اللي احنا بنشرحها في الفيديو، مخطط الدايره وتجميعها على التست بورد، بالاضافه الى الباوربوينت في صيغه PDF. شكرا جزيلا.